اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. ده الفيديو الرابع وهنتكلم فيه عن توبيك مهمة جدا في البروبابيليتي، حاجة اسمها الكونديشنال probability. احنا اتفقنا ان البروبابيليتي بتتحسب للايفنت، والايفنت هو السب سبيس، جزء من السامبل سبيس، سبسيت اوف سامبل سبيس. والبروبابيليتي هي عدد مرات حدوث الحدث او طول الحدث او اريا للايفنت، يعني حسب اليونت اللي انا بحسب بيها، هل انا بعد ولا بقيس. لو كنت كاونتبل او ديسكريت بعد، لو قادر اني اعد، لو uncountable فانا بقيس. فقلنا ان البروبابيليتي للايفنت هو عدد مرات حدوث الحدث على العدد الكلي او عدد السامبل سبيس. تمام. النهارده بقى بنتكلم في كونسبت مهم جدا جدا، وهو الكونديشنال probability اللي هي الاحتمالات الشرطيه. يعني ايه conditional probability؟ the probability of an event B occurring when it's known that some other event A has occurred is called conditional probability. يعني ايه الكلام ده؟ يعني probability ان في عندنا، انا هنا عشان اقول كلمه conditional probability اصلا، يبقى لازم يكون عندي مبدئيا كده at least two event A و B. ف ايه ال probability ان B يحصل given that، بص بقى كده، at some other event has، في معلومة معينة ان في event A حصل، هي دي ال conditional probability. يبقى بنعبر عنها بال notation اللي احنا كاتبينها كده. ال B هو اللي احنا بنسأل عنه، what is the probability of B، بنسأل عنه، بس في معلومة حصلت، في حاجة already حصلت given that ان ايه ده given، ده حصل already. يعني تمام، يعني مثلا، وهنا كمان هنتطرق لكونسبت مهم جدا، وهو هل التو ايفنتس دول كانوا independent اساسا؟ يعني معناها هنفهم بقى كلمة independent، يعني معناها ان ايه مش بيأثر في بي اصلا. فكون ان انا جبت المعلومة ان ايه حصلت او ما حصلتش ولا هتفرق معايا. فلو independent هبص الاقي ان بي given ايه البروبابيليتي بتاعتها، هي نفسها ولا هتفرق معايا، يعني معناها هي نفسها نفس البروبابيليتي الاصلية. يعني فكرة الموضوع ده ان المعلومة الزيادة اللي انا اديتها لك given دي ولا اثرت في الرقم. وده امتى يحصل؟ لما بيكونوا two independent، حاجتين، حدثين مستقلين تماما عن بعض. تمام، هنشوف الكلام ده بالتفصيل واحنا بنتكلم على ال independent events. لو dependent بقى فيه اعتمادية، لا، هتلاقي الرقم ده فعلا بيتأثر ولا يساوي، يعني B given A لا تساوي probability of B، لا تساويها، هتتأثر فعلا وهيبقى الرقم هيتغير، لأن المعلومة الزيادة أو الجديدة دي هي إن ال A حصلت أو ال A given، ده هيأثر في ال value بتاعت ال probability. السؤال دلوقتي، احنا كده فهمنا معنى الـ conditional probability. السؤال المهم، ازاي بحسبها وازاي هعرف في اي مسألة ان انا conditional probability؟ فخليني اول اقول اجاوب على السؤال التاني. لما اقول if a what b، لما اقول لك كده if، كلمة if دي معناها ان الايه حصلت، يعني يبقى السؤال هنا بنسأل على b given a، ده كلمة، يبقى اللي بيجي بعد ال if ده الحاجة اللي given، يعني يبقى ده كده if a فعلا what، يبقى أنا بسأل على مين؟ مين اللي مش مجهول، اللي مش معروف، المجهول، ال b، يبقى what b given a. تمام، دي أحد الصيغات. أو أقول ايه what مثلا، what a given، صراحة كده given b، يبقى أنا كده بسأل على ال a given b، ده الـ translation بتاع الجمل. يبقى ده هنعرف ازاي ان احنا conditional probability من خلال الكلام ده. ايه كمان ممكن يعرفنا احنا conditional؟ حاجة مشهورة جدا وهي التري diagram. التري diagram مهم جدا عندنا نفهمه، ان انا مثلا هقول عندي بوكس، عندي بوكس كده، وفي مثلا 5 black balls و مثلا 3 green balls، يبقى انا عندي في توتال دول 8، عددهم 8، وهسحب سحبتين. ايه رأيك؟ السحبة الاولى ممكن تكون black، او تكون، او دي معناها ان انا branch تاني، or green. ايه ال probability اني اسحب كرة تطلع black؟ ايه ال probability اللي هي عدد الكور البلاك على التوتال. هنا ايه ال probability ان انا تطلع كرة green؟ هي عدد الجرين على التوتال. جميل. وبعد كده باجي، دي كده اسمها الفيرست درو، يعني السحبة الأولى.
السحبة التانية بقى second draw بتعتمد على السحبة الأولى ولا ما بتعتمدش؟ الأرقام اللي هنا هتتغير ولا مش هتتغير؟ هو ده السؤال. إذا كان في نوع من ال dependence تعتمد، هتعتمد طبعا. إمتى تعتمد السكند درو على الفيرست درو؟ لو في إيه، لو في replacement ولا ما فيش replacement، لو if without replacement. يعني ما أخدت الكورة سحبتها وما رجعتهاش تاني، يبقى عدد الكور اتغير. اتغير ازاي؟ تعالوا نشوف، نيجي نشوف هنا مثلا البوكس ده دلوقتي احنا سحبنا منه واحدة بلاك، سحبنا واحدة بلاك اصبح العدد اللي جواه 4 بلاك و 3 جرين، هنا سحبنا واحدة جرين فاصبح 5 بلاك وعدد الجرين قل بقى 2 جرين. اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير. كلمة اتغير دي معناها ان السحبة التانية second draw هتعتمد على السحبة الاولى. فالارقام اللي انا هحطها دلوقتي، تعالوا نحسب بقى البروبابيليتي الجديدة هنا، دي كده نسميها B1 green 1 عشان نميز ان دي السحبة الاولى. طب السحبة التانية هتبقى B2 او green 2، وفي كمان برانش تاني اهو B2 برضو green 2. السؤال بقى البروبابيليتي هنا كام؟ الارقام اللي على البرانشز دي كام؟ عايزين نحسبها. البي 2 اللي فوق هتبقى عدد البي 4 على التوتال اللي هو اتغير وبقى 7، دي هتبقى 3 على 7، دي هتبقى 5 على 7، دي هتبقى 2 على 7. الارقام دي بتمثل ايه؟ لو جيت قلت لك ترجمها لي او قول لي دي عبارة عن ايه، الرقم ده عبارة عن، اشاور عليه كده اقول ده probability of B2 given that، اهو ده conditional probability. ده جاي منين؟ ده عدد او probability ان السحبة التانية طلعت black given ان الاولى، يبقى ده given ان ايه. فخلي بالك كويس قوي conditional probability بتظهر فين، بتظهر في التري، في تاني سحبة دايما، تاني ليفل. اول ليفل ده مفوش اي حاجة، دي probability عادية. يعني لو شاورنا على دي هنقول دي probability of، لو عايزين نقرأ الرقم ده اسمه probability of B1، الرقم ده اسمه probability of green 1 of G1. لكن الرقم ده لا، ده conditional probability انه معتمد على اللي قبله، فده ما بيتقراش كده. ما اقدرش اقول ده probability of B2 واسكت، ما اقدرش، لان الرقم ده given that بشرط ان اللي قبله كان ان هو، بصوا البرانش جاي منين، جاي من هنا، السكه بتاعته جاي من هنا، ما تقدرش تيجي من حته تانية، يبقى ده given that. يبقى ده الرقم ده عباره عن ال probability of B2 given B1. طب ده probability of G2 given جاي منين، من B1. طب ده probability of B2 given جاي منين، من G1. طب ده probability of G2 given G1. تمام، يبقى انا كده كنت بس بحب اوضح لك الكونديشنال probability بتظهر فين، وهعرف ازاي في المسألة ان انا conditional probability. لو لقيت المسألة يعني explicitly بصراحة كده، صراحة بتقول if كذا what is كذا، يعني مديانا حاجة given، ادي حاجة. تاني نقطة لازم ابقى فاهم برضو ان انا اي tree diagram بعمله second level لو اعتمد على first level، يبقى الارقام اللي بنحطها على second level branches دي كلها تعتبر بنراها انها conditional probability. تمام، هنشوف example دلوقتي نحله سوا ونشوف احنا يعني هنترجم المسألة ازاي، هنمشي مع بعض خطوة خطوة ونشوف ازاي بنفهم ان دي conditional probability، وكل ما هناخد examples اكتر هنفهم الموضوع علشان نوصل في الاخر لمعنى مهم جدا، وهو ال independent variables independent events. اوكي طيب نقرأ مع بعض الاكزامبل ده. In a manufacturing process parts are classified by surface flow and as functionally defective. معناها ايه؟ معناها في عملية تصنيع البرودكتس اللي بتتصنع متصنفة لحاجتين، في برودكتس فيها عيوب سطحية surface flows، عيوب سطحية يعني عيب بس من بره، متخربشة كده مش مظبوطة من بره لكن شغالة كويس، وفي products بتكون functionally defective يعني مش بتشتغل، بايظة فعلا مش بتشتغل. يبقى في كأن هنا في two ايه، two features، جزء خاص بالعيوب السطحية وده yes or no يعني في عيوب او مفيش، وحاجة تانية خالص عبارة عن الايه، ال defective ولا good. يبقى انا مبدئيا لازم اعبر عنهم بايه، two event. يبقى let assume ان ايه مثلا وبي.
ايه معناها ان السيرفس ده عندنا، يعني مش محتاج بقى اقول ايه لو في عيب بيبقى ايه ولو ما فيش عيب بيبقى بيه، لا اسمها ايه وايه كومبلمنت، ده ستيل ايفنت واحد. فانا هفترض ان ايه معناها ان البورت ده has no surface flow، has no surface flow، ما فيهوش عيب سطحي، يبقى حاجة هنا فين انا واحدة فيهم، يبقى الكولوم ده هو ده surface flow، ده اللي هو ال A complement، لكن ده كده اللي هو ال A، انا فرضت كده سميته كده. طيب وهفترض ان ال B معناها ال part ده is defective، يبقى ال part is defective، يبقى انا واحد فيهم ال B defective، يبقى ده ال B، ده كده ال row بتاع ال B، وده كده ال B complement. وبعدين نكمل المسألة، بيقول ايه؟ A batch of 400 parts is inspected and the results are summarized. أخذنا حزمة من 40 جزء، يعني عينة كده فيها 40 product، واتفحصوا كويس، فلقوا ان التوزيع حسب الجدول ده. ايه اللي تقرأ الجدول ده ازاي؟ هتقول كأن في عشرة product بيكونوا defective وكمان فيهم surface flow، شايف؟ يعني ده كده الانترسكشن، ما قلت و يبقى ده الانترسكشن. يبقى اقرا دي ازاي؟ هقول ان دي probability of ايه، دول ال probability of، طبعا الاول لو جمعنا الارقام اللي في التيبل دي هنلاقيها كلها كام، عددهم كام، دول كلهم 400. ايه معنى الكولوم الاولاني؟ ان دول عدد الاليمنت لو جمعناهم، دول عدد البرودكتس اللي فيها عيوب سطحية، 10 و30 هتبقى 40. لو جمعنا الكولومز هيبقى 300 وكام، 360. شوف كده 40 و 360 يديك 400. نفس الكلام لو جينا جمعنا الروز، 10 و 18 ده كده هيدينا 28. دول بيمثلوا ايه؟ عدد الالمنتس اللي هي فعلا functionally، يعني functionally defective. طيب 30 وكده دي هتدينا الرو التاني ده هيدينا 372، ودول عدد البرودكتس اللي هي بتشتغل كويس. دايما تلاحظ ان الحاجة الكويسة عددها اكبر، لان لو الحاجة اللي كويسة عددها قليل والاقل بكتير، في حاجة هنا في مشكلة كبيرة قوي، في يعني كارثية. يعني الطبيعي ان انا لما اصنع اي حاجة وفي عيوب ان عدد الحاجات اللي فيها مشكلة تبقى اقل يعني نسبيا. التوزيعة دي لازم نفهم معناها، يبقى التوزيعة دي معناها ايه؟ اعرف اقرا كل رقم، يعني مثلا 18 قلت لك ايه ال 18 ده، هتقولي دي البرودكت اللي هي defective يعني ما بتشتغلش وبايظه، وكمان ما فيهاش عيوب سطحيه no surface flow، وكمان دي معناها intersection، يعني انا لو شاورت على ده هيديني ده، اقدر اكتبه بطريقه probability بتاعتنا ان ده probability of A intersection B، يعني ما فيهاش عيوب وكمان طيب ليه ما تكونش بي كومبلمنت؟ على حسب انت فارض الايه زي ان احنا لازم نرجع للديفينيشن ده، وده كل واحد بيعمله براحته. فاحنا الديفينيشن بتاعنا سمينا ان has no surface flow، سميناها ايه؟ has no surface flow معناها انه كويس جدا، no surface flow، انما has surface flow yes هنا سميناها ايه؟ كومبلمنت. برضو البي سميناها ان البي ده معناها defective، يبقى البي كومبلمنت هي الجود. واضحة؟ كل ده احنا بنترجم في المسألة وبنفهمها. تعالى بقى نحل السؤال، يعني السؤال بقى بيقول ايه؟ يعني كل دي المسألة، لحد كده دي المسألة، تمام؟ السؤال بقى هو ده. يبقى قبل ما احل السؤال لازم اتأكد اصلا ان انا فاهم الكلام، مش بمعنى فاهم الترجمة الحرفية، مش مهم. يعني واحد مثلا معرفش يعني ايه كلمة باتش، هتفرق معاه؟ مش مهم، المهم نفهم القصة بتقول ايه. القصة بتقول ان في برودكت متقسم لكذا وكذا وعددهم 400، ووفقا للايه للانسبكشن اللي حصل ال 400 متوزعين كالاتي. فانا اخد الجدول ده ابص كويس، اولا لازم اتاكد ان مجموعهم 400، تمام؟ لازم ابقى فاهم كل element من دول معناه ايه كعدد، ده عدد، ده مش probability، ده عدد، بس انا لو قسمته على 400 اصبح probability. فانا لو خدت 18 قسمتها على 400 اصبحت probability، انما من غير ما اقسمها اصبحت عدد، هي عدد، انا ممكن اكتبها n of، هي عدد فعلا.
انت تبقى probability لو قسمتها على 400. تمام كده. تعالوا بقى نقرا السؤال. if one part is selected and found free of surface flow. ده كده if one part، اخترنا part وبعدين found، دي بقى معناها ايه؟ found وجد، يعني ده given يا جماعة، ده حصل. if and found free of surface flow، free of surface flow دي سميناها، اديناها اسم. فين اديناها اسم؟ ايه يبقى ايه ده دلوقتي حصل؟ ايه given؟ what is the probability that it is defective؟ ايه probability انه defective دي اديناها اسم سميناها b. يبقى السؤال بيقول what is the probability of b given a؟ what is the probability؟ يبقى بكتب ال a ال given، بكتبه ورا علامة ال a ال given دي، ورا ال condition ده، وده ده كده اللي هو given. دي الترجمة بتاعت المسألة. اخد السؤال افهمه كويس، لقيت حاجة حصلت، دي كده conditional probability. هحسبها ازاي conditional probability؟ هحسبها بالقانون بتاع ال condition، لسه ما قلناهوش، هنقوله الاول وبعد كده نرجع نحل المسألة. conditional probability بتتحسب ازاي؟ انا ما قلتش القانون، ازاي ال conditional probability بتتحسب؟ probability of اي event given event تاني بيساوي هي ال probability of intersection A intersection B على، بقسم على ال probability of الحدث اللي هو حصل already ال given. يبقى ال probability of intersection على ال given probability. الكلام ده طبعا ليه سبب وليه اثبات، هنثبته كمان شويه صغيرين كده واحنا بنتكلم على الاندبندنس. هو بيجي من البروبابيلتي العكس، يعني القانون ده بيتثبت بالانترسكشن دي، يعني من دي بنسبه ان الانترسكشن، هنشوف كده كمان شويه ان الانترسكشن هي حاصل ضرب الاثنين دول في بعض، فبالتالي يبقى الكونديشنال هي الانترسكشن على البي. هرجع بقى للمساله، القانون ده هستخدمه، يبقى دايما بحط الانترسكشن على الجيفن. فهاجي كده هحسب، هحسب البروبابيلتي ازاي؟ يبقى انا هحسب كده، هجيب البروبابيلتي اوف انترسكشن بي جيفن انترسكشن بي، سوري بي جيفن بي انترسكشن A، يبقى الانترسكشن على الجيفن اللي هو A. ونبدا بقى نحسب كل واحده، يا ترى احنا معانا كل واحده ولا لا؟ نشوف بقى، نروح في التيبل نطلع فين البي انترسكشن A، فينهم؟ احنا مسميين دي بي ومسميين الكولوم، الكولوم ايه فين؟ التاني. يبقى اول صف هو البي، تاني كولوم هو الاي، يبقى انا هاخد الانترسكشن ما بين الصف الاول والعمود التاني اللي هو رقم 18. فيبقى انا هقسم ايه؟ هقسم الى ال 18، وال 18 على 400 ده البروبابيلتي، يعني دايما البروبابيلتي هو عدد على التوتال. تمام. الايه بقى، ايه هي الايه؟ بس الايه معناها ايه؟ البروبابيلتي ان هي نو فلو سيرفيس فلو، نو سيرفيس فلو يعني ايه؟ بس فين الكولوم اللي اسمه ايه؟ بس اللي هو الكولوم ده، اللي هو الكولوم التاني، فين البروبابيلتي بتاعته؟ اجيب عدد الكولوم التاني كام جمعناه، لو جمعنا ال 18 مع ال 342 يطلعوا اهم تحت 360، وبرضو على التوتال 400. هلاقي ان انا في الكونديشنال بروبابيلتي، بص بقسم مرتين فدي راحت مع دي، فانا في الكونديشنال بروبابيلتي فعلا مش بحتاج اني اقسم على التوتال نمبر فوق وتحت، لان هما كده كده هيديهم مع بعض. فممكن الكونديشنال تكون عدد على عدد، يعني عدد مرات حدوث الانترسكشن على عدد مرات حدوث الجيفن، صح الكلام ده؟ لان انت فوق وتحت بنقسم على التوتال، فمش محتاج، بيجيوا مع بعض. ولكن برضو اللي يحط، اللي حابب يحطها probability على probability مظبوطة مفيش مشكلة، وهيديهم مع بعض هيطلع الاجابة، هتطلع 18 على ال 360. يبقى انا كده اتعلمت ازاي احسب الكونديشنال probability. الاهم بقى من القانون، القانون سهل ما فيهوش حاجه، هو ترجمه المساله، واني اعرف في نقطتين ازاي اترجم المساله بطريقه statistical way، اقدر اكتب كل الايفنت اعرفهم، اكتب البروبابيلتي. السكيل الثانيه والمهاره الثانيه هي ان انا اعرف ان المساله دي بتتكلم عن conditional probability، اقدر اميز، يعني اقدر اميز ان المساله دي conditional probability. طبعا الموضوع كل ما بناخد examples اكتر وكل ما بنحل اكتر بنفهم الموضوع اكتر. تمام. طيب هقول بقى قانون مهم جدا دلوقتي. احنا قلنا ان conditional probability، probability of A given B بتساوي A، بتساوي probability of A intersection B على، وبقسم على الجيفن.
طيب لو شقلبنا الترتيب، يعني لو خليناها بي جيفن ايه، تفرق؟ اه طبعا تفرق، لان هنا هتبقى الانترسكشن على الجيفن اللي هو المرة دي الايه. طيب هسمي القانون ده واحد وده اتنين، وهو قانون سهل ما بيتحفظش، يعني الكونديشنال بيساوي ايه، الانترسكشن على الجيفن. ببساطة من واحد واتنين هينتج ان الانترسكشن بيساوي ايه بقى، من القانون اللي فوق، من الانترسكشن ده اللي فوق هطلع بيساوي ايه، a given b في b. وايضا برضو ومن رقم اتنين الانترسكشن بيساوي ايه، b given a في a. القانون ده مهم جدا، وده هنسميه الانترسكشن رول، وبيسموها برضو المالتيبليكيشن رول. تمام، ده كقانون. انا بقى عايز اشرح لكم القانون ده من خلال التري دايجرام، لان هيقابلنا كتير قوي في المسائل. عايزه بتكلم انا كتير النهارده على التري دايجرام، لان هي اكتر حاجه بتقابلنا فعلا وبتوضح لنا الكونديشنال بروبابيليتي. لو قلنا كده ان احنا عندنا اول ليفل، اتفقنا اول ليفل ده فيه مثلا A و B، تمام. بعد كده تاني ليفل فيه برضو A و B، عشان نميز ما بين اول ليفل وتاني ليفل بندي ده كده suffix كده من تحت اسمه 1 وده 2. الرقم اللي هنا اتفقنا، تعالوا بقى نترجم الكلام ده ل probability. الرقم اللي بيبقى هنا اسمه probability of A1، الرقم اللي هنا اسمه probability of B1، دي اتفقنا فيها، ودي probability عادية خالص. لكن بما ان second level يعتمد على first level، فالرقم اللي هنا هو conditional probability. حد يقدر يقول اقراه ازاي؟ ده اسمه A2 given، جاي منين؟ جاي من A1، صح. ده B2 given A1، ده بقى هيبقى ايه، probability of A2 وجاي من B1، ده probability of B2 given B1. تمام، ده النوتيشن بتاع 3 diagram. جيت انا بقى عايز احسب، قدامي 3 diagram كده، وعايز احسب probability of intersection ما بين A1 and A2، يعني probability of intersection ما بين A1، واعمل ايه؟ بص بقى هتلاقي نفسك بتعمل ايه، عايزين intersection ما بين A1 و A2، هتلاقي نفسك بتعمل كده، ماشي على البرانش ده وماشي تضرب، بتعمل multiplication. الكلام ده صح ولا غلط؟ على البرانش الواحد ليه بنضرب؟ بنضرب عشان نجيب الانترسكشن، صح ولا غلط؟ الكلام ده صح 100%، لان الانترسكشن بيساوي اهو، بص probability of A1 في probability of A2 given A1. الكلام ده صح لان دي المالتيبليكيشن رول، فعلا الانترسكشن بيساوي الكونديشنال في الجيفن. اهو لسه قايلنا الانترسكشن بيساوي ايه، الكونديشنال في الجيفن. فده السبب اللي بيخلينا نضرب الايه، البرانش الواحد، نضرب الارقام في بعض لما بنعوز نجيب الانترسكشن. واضحه كده؟ مثال تاني، مثلا عايزين نجيب probability of B1 and، حصلت ال B1 تحصل and A2، and يعني intersection، ايه probability ان B1 تحصل وكمان ال A2 تحصل intersection ده، يبقى ده بيساوي ايه، هلاقي نفسي بضرب ايه، هبص كده فين البرانش B1 A2 اهو، ده هلاقي نفسي بضرب probability of B1 هضربها في probability of A2 given B1، والكلام ده صح لاني بضرب ايه، يبقى دايما الانترسكشن هو بيساوي، دايما الانترسكشن بيساوي الجيفن probability conditional في الجيفن، الجيفن في الكونديشن او الكونديشنال في الجيفن. يبقى الانترسكشن بتساوي ايه، انا عايز الخص الكلام ده، اقول كده ان الكونديشنال probability هي الانترسكشن probability على ال given probability. ده بالكلام، ونفس الكلام ال intersection بتساوي ايه، بتساوي ايه، مفيش هنا على ده ضرب، حاجتين مضروبين في بعض، ايه هما، ال conditional
probability واضربها في ايه؟ في ال given probability. وهنعمل الكلام ده كتير جدا في المسائل في التري، واحنا يعني ايه هنعملها بسرعة، لكن انا دلوقتي حابة ان اقف شوية واقول لك ليه بنعمل، ليه بنقدر نضرب في البرانش الواحد، لان دي بتكون ايه multiplication rule، اللي هي بجيب ال intersection بضرب، بقدر اضرب، يبقى انا اقدر اضرب ال probability العادية دي ال given في ال conditional probability يديني في الاخر ال intersection. واضحة؟ طيب هنيجي برضو لحاجة تانية في التري مهمة جدا. لو جيت قلت لك احسب لي، بص بقى دلوقتي بعد ما بنقدر نحسب بنعرف نحسب الانترسكشن، بنعرف نحسب الكونديشنال، طب يا ترى لو قلت لك ايه البروبابيلتي اوف، طالب انا عندي probability اوف A1 وعندي B1، هاجي بقى مثلا في السكند ليفل عايز احسب probability اوف B2، اجيبها ازاي؟ B2 هبص كده في السكند ليفل بلون مختلف كده، ال B2 جاية من ايه؟ البيتو هنا لو اشاور كده الاقي فيه بي 2 مرتين، في هنا وفي هنا، فيبقى ازاي اجيب البروبابيلتي اوف بي 2؟ ببساطه كده هقول البي 2 بتيجي من البرانش ده او البرانش ده، انا قلت او، ها قلت او، يبقى لازم اجمع اول برانش بجيبه ازاي، بقوم ضارب الايه البروبابيلتي اوف اي 1 given ال probability times قصدي ال probability of B2 given A1 اللي هو الأول branch، أقوم ضارب الرقمين دول في بعض. ماشي، نمسح دي بس عشان ما تلخبطناش. يبقى أنا بضرب ال إيه، بضرب ال branch كله في بعضه. وقلت ليه بضرب ال branch في بعضه؟ لأن ده يدينا كلمة أضرب branch معناها ده يدينا ال A1 ده total كده على بعضه، هو ال A1 intersection B2 او البي 2 ممكن تيجي من، بص قلت او رحت حطيت ايه، حطيت زائد على طول، البي 2 ممكن تيجي من البرانش اللي تحت ده اللي انتوا شايفينه، اللي هو بيجي من ضرب البي 2 تايمز البي 2 جيفن بي 1 اللي هو على بعضه ادينا له اسم سميناه بي 2 انترسكشن بي 1. لو جينا ترجمنا الكلام ده بنقول ايه؟ بنقول ان بي 2 بتيجي منين؟ بتيجي من، ممكن تكون جاية من ال A1 أو جاية من ال B1، ده معناه. فإزاي أحسب ال B2 بس؟ يبقى معناها إن أنا أمشي على ال two branches دول وأعمل زائد ما بينهم. دي برضو هتقابلنا كتير في المسائل، وهم بيسموها ليها اسم يعني total probability law، بس أنا مش هكتبها في صورة قانون، الموضوع مش محتاج قانون، هو واحنا بنحل هنقدر نستنتجه لوحدنا، يعني مش بحب أحط قوانين كتير والناس تتضايق من القوانين، لأن هو الموضوع مش قانون، هو بيتفهم ويتحل بالتري دايجرام بمنتهى السهولة. تري دايجرام لو اتعملت صح والمسألة اتحولت تري دايجرام صح، أقدر أطلب اللي أنا عايزه وأعرف أستنتجه بسهولة جدا. تمام، ناخد مثال بقى نوضح فيه الكلام ده كله. الاكزامبل ده هيبين لنا كل حاجة اتكلمنا فيها، وهيبقى تطبيق عملي للقوانين كلها من غير ما نستخدم قوانين، يعني بالفهم كده. Let two items be chosen at random from a lot containing 12 items of which 4 are defective. يعني ايه الرسم هنا بقى؟ بصراحة يعني مفيد جدا، الرسم مهم جدا. عندك 12، في كام العدد الكلي؟ 12 items، 12 كلهم 12، منهم ايه 4 are defective. هفترض ان الديفكتيف اسمه دي، هديله الرمز دي، ويبقى الباقي كام؟ 8، الباقي هم كويسين good. بسحب كام item منهم؟ اقرا كويس، let two items be chosen، يعني في سحبتين هنا وما جابش سيرة اي حاجة، يبقى with replacement or without replacement، ايه الطبيعي اكتر؟ انا بقول لك تسحب اتنين، تمد ايدك في السله كده وتاخد اتنين بايدك، يبقى معاها دي تتعامل ازاي؟ كانك خدت واحده وبعدين خدت واحده، ما بتتعملش مره واحده، يبقى بتتعمل واحده في سحبه اولى وفي سحبه تانية sequential. سؤال مهم جدا، هل في replacement ولا ما فيش؟ ما قلناش، ها يبقى ايه؟ يبقى ما فيش، ما قلناش معناها ما فيش. لو في replacement لازم نقولها، لان ده مش الطبيعي، طبيعي ان انا لما بسحب بمد ايدي واخد الاتنين ايه، والعدد بيتغير خالص. طيب لما اجي اعمل مسألة زي دي على احلها، انصحك يعني I recommend ان انت تستخدم ال tree diagram، مفيش احسن من كده ومش هتغلط خالص وهتحل اي سؤال انت عايزه.
تعالوا نعمل تري دايجرام نبقى فاهمين. بس تري دايجرام بيعبر عن السحبات. اول سحبة، السحبة الاولى هتكون طالعة منها، هختار منها اما تكون defective او good. وعشان اميز السحبة الاولى والتانية خلينا نستخدم one في السحبة الاولى، السحبة التانية بيطلع منها D2 او good G2 او D2 او G2. بس كده بمنتهى السهولة هحسب الأرقام اللي على البرانشز، لأن أنا هستخدمها في الإجابة على كل الأسئلة اللي جاية. الأرقام بتحسب إزاي؟ أول ليفل عندك إيه احتمال إنك تسحب أيتم يطلع ديفكتيف، يبقى عدد الديفكتيف على عدد الكل 4 على 12. تمام، أكتبهم، أكتب الأرقام دي بلون مختلف، إحنا هنحتاجها الأرقام دي في حل المسألة، لازم تحسب صح. أي غلطة هنا هتبوظ الإيه الأنسر خالص. هنا دي كده 8 على العدد الكلي. هقوم جاي هنا سأل نفسي العدد اتغير ما اتغيرش؟ بعد السحبة الأولى العدد اتغير، فأجي كده على جنب أقول دلوقتي البوكس بتاعي بقى فيه كام، أحط بقى العدد. سحبنا واحدة defective فبقوا 3 من الديفكتيف، والجود زي ما هما. هنا سحبنا واحدة جود فبقوا 7 من الجود، والديفكتيف زي ما هما. فبالتالي البروبابيلتي دي conditional probability لأنها جاية من الليفل الأول، جاية من السحبة الأولى، فهي تعتمد عليه أهو لأن العدد اتغير. والرقم هيكون هنا هيبقى 3 على العدد الكلي، اتغير بقى 11 لأن في كرة اتسحبت. هنا 8 على 11، هنا دي هتبقى 4 على 11، دي هتبقى 7 على 11. في مشكلة ان احنا نحسب الارقام دي ولا سهل الموضوع؟ دي اهم حاجة دلوقتي ان احنا نقدر نرسم التري دايجرام لأي مسألة. بعد ما بنرسم التري دايجرام ونحط البروبابيلتي عليه، نحط كل الارقام عليه، نقدر نجاوب على اي سؤال. نبدأ بقى مع بعض نقرأ الاسئلة عشان نترجمها شطارة، نترجم السؤال بطريقة نكتبه بطريقة statistically عشان نقدر نجاوب على الاسئلة بمنتهى السهولة. اول سؤال بيقول، أول مطلوب find the probability that، إيه المطلوب؟ the two parts are defective، إيه ال probability إن السحبتين كانوا defective؟ أترجمها إزاي دي؟ two parts are defective يعني الأولى defective، ها مين يقول بقى؟ and التانية defective. ده السؤال بكل بساطة يعني معناها intersection. إزاي أحسب دي 1 and دي 2؟ هقوم جاي على التري، فين دي 1 دي 2؟ هو اللي هو البرانش الايه الازرق ده اللي هو كده، ده كده مع ده. اعمل ايه عشان احسب intersection؟ conditional times given، او ببساطة اضرب الارقام في بعض، يبقى ال conditional مع ال given، يبقى هضرب الاربعة على الاتناشر times 3 على الحداشر، يبقى انا كده جبت الايه، جبت الـ من غير ما اكتب قوانين ولا حاجة قدرت ان انا احسب الانترسكشن بتساوي ايه، بتساوي الكونديشنال في الجيفن. او لو عايز البرانش كله اضرب الارقام اللي على البرانش كله، ادينا بنقول لك كده في التري سهلة خالص. طب نشوف تاني سؤال، المطلوب التاني exactly one part is defective، دي مهمة جدا نترجمها ازاي. exactly one part is defective، في واحد بس كان defective، سحبنا سحبتين في واحد بس كان ديفكتيف. طب دي معناها ايه على التري؟ فين البرانشز اللي فيها واحد بس ديفكتيف؟ هتقولي ممكن دي 1 جي 2، او بص بقى هتمشي كده جي دي 1 جي 2 كده، ده اول برانش، وبعدين هتشيل ايدك ترفع ايدك وتنزل على برانش تاني اللي هو جي 2 دي 2 جي 1 دي 2 جي 1 اللي هو ده. دول البرانشز اللي ممكن نقول ان نقراهم كده ان اتليست ايه، ان في واحد بس، سوري exactly one part. يبقى هنا المطلوب probability of اما G1 and D2 or، بص وانا بقول and بحط intersection، وانا بقول or بتبقى ايه اليونيون على طول او بجمع، يعني وانا بقول and بضرب وانا بقول or بجمع، or D1 and G2 دول كده بيدوني ايه فيهم؟ في واحدة دي وخلاص، واحدة بالظبط. exactly one part is defective، واحدة من السحبتين واحدة بالظبط كانت ايه defective. يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب عندي كام branch، في كام فرع يعني، فرع في التري يحقق الكلام ده 2، هاجي في البرانش الواحد بضرب جوه البرانش بضرب، ولما بشيل ايدي بجمع
اهو هاجي على اول برانش اللي هو باللون الاسود ده، ماشي، وباللون الاسود اهو قدامنا. يبقى انا هضرب ايه اول برانش ده؟ هضرب 4 على 12 في 8 على 11، يبقى هاخد 4 على 12 في 8 على 11، تمام، زائد او معناها او بنقل ايدي كده اهو، زائد البرانش التاني 8 على 12 في 4 على 11، 8 على 12 4 على 11، تمام. في واضحة الكلام؟ واضح. نيجي لتالت مطلوب، تمام. تالت مطلوب the first part is defective given that، هو السؤال بيقول what is the probability that the first part is defective، يعني D1 بيسأل على D1 given that. أول ما تلاقي given that حط conditional probability من عندك، حط العلامة دي given that إيه، في معلومة هنا إن the second part is defective، إن التاني كان defective، يبقى إيه probability of D1 given A D2. هنا ما بحاولش ان انا يعني ايه اقعد اطول في المسألة، هو قانون، هو قانون بحطه واشوف انا محتاج ايه. يبقى الكونديشنال بتساوي ايه؟ D1 intersection D2 على ايه؟ ال given. ببدأ بقى اشوف كل واحدة اجيبها ازاي. D1 and D2 اروح اجيبها ازاي؟ اجيبها من التري، ادور على البرانش اللي اسمه D1 D2 اللي هو الازرق ده، وده عبارة عن 4 على 12 في 3 على 11، يبقى 4 على 12 في 3 على 11. نيجي بقى للدي تو. طب الدي تو تتجاب ازاي؟ هروح على التري ادور على الدي تو. الدي تو موجودة فين؟ موجودة مرتين، مرة هنا اهي ومرة هنا اهي، يبقى لازم اضرب ايه؟ الدي تو بتتجاب ازاي؟ يبقى probability of دي تو هنا لازم اجيبها، هو عبارة عن البرانش الاولاني ده اللي هو الازرق ده اللي هو 4 على 12 في 3 على 11، او ممكن تيجي من زائد البرانش اللي تحت ده اللي هو، واحنا ايه يعني ما جبناهاش قبل كده دي، ولا جبناها؟ لا ما جبناهاش. اوكي البرانش ده اللي هو 8 على 12 في 4 على 11، الرقم ده كله هيدينا البي ال دي 2، اروح احطه هناك، يبقى انا كده جبت الايه كله هيتجاب، بيكون قدامي الايه التري، لو قدامي هعرف اجيب اي حاجة انا عايزها، تمام. يبقى دي هتبقى 8 على 12 تايمز 4 على 11 بلس 4 على 12، وما بحسبش طبعا حاجة، غير مطلوب خالص ان انت تقعد تمسك الكالكوليتر وتقعد تحسب، لأ بتسيبها كده عشان حتى ايه نعرف نقراها. يبقى ده كده ال intersection على ال given، تمام. ال example ده مهم جدا وهيفهمنا برضو ان احنا نطبق ال conditional probability فين، وهنشوف ازاي ممكن نترجم المسألة. المسألة بتقول on a multiple choice exam for each question 4 choices في MCQ exam، امتحان اختيارات، وكل سؤال في 4 اختيارات، تمام. اوكي each question has only one correct answer، كل سؤال الإجابة الصح موجودة مرة واحدة طبعا، زي ما احنا متعودين في امتحاناتنا بتاعت ال MCQ. The probability that the student knows the correct answer، probability ان ال student عارف فعلا الإجابة الصح، is 2 over 3. يبقى احنا هنا عندنا event معين اسمه ايه، وده معناه ان ال student يعرف knows the correct answer. هفرض كده event اسمه تعريفه ان ال student ده يعرف الإجابة الصح، يعرف يعني فعلا عارف الإجابة، تمام. What is the probability that the correct answer has been marked randomly؟ ال probability ان الإجابة الصح اتجاوبت randomly، marked اتعلم عليها. يبقى هنا في event تاني هيظهر من الكلام، هو ان الطالب يعلم الإجابة الصح، يبقى B هنا معناها marks the correct answer. يبقى actually في لازم في فرق ما بين في امتحان MCQ، في فرق بين حاجتين، ان واحد يبقى عارف الاجابه الصح وان واحد يعلم الاجابه الصح. في فرق طبعا. ليه؟
لان وفي انترسكشن ما بينهم وفي لا، يعني انا ممكن ابقى عارف الاجابه الصح واعلمها صح، ماشي ده حدث. ممكن ابقى اعلم الاجابه الصح لكن انا ما اكونش عارفها، يبقى انا كده علمتها باي لك. ممكن طبعا ابقى مش عارف فاعلم غلط صح. يعني هنا بالظبط دي بتتمثل بتيبل نوز، يعني يعرف ايه كومبلمنت، ومارك اللي هو بيعلم صح بي او بيعلم غلط بي كومبلمنت، وتتعمل في تيبل كده ويبقى فيه بقى انترسكشن ما بينهم. تمام، واضحة الفكرة؟ يبقى هنا من خلال المسألة انا فهمت ان في حاجتين مختلفين عن بعض، في اتنين ايفنتس. ايه هما؟ ان واحد يبقى عارف حاجة وانه يعلم الاجابة الصح. صحيح في بينهم انترسكشن، لاني اكيد لو عارف اكيد هعلم الاجابة الصح، لكن برضو ممكن يكون في ايه، ممكن يكون مش عارف الاجابة وتيجي معايا باي لك. فهنا عشان كده لازم نميز ما بين لازم نميز ما بين التو ايفنتس دول. السؤال بقى هنا بيقول What is the probability that the correct answer has been marked randomly؟ انك انت جاوبت او علمت الاجابة الصح ده. طيب علمت الاجابة الصح هل لانك عارفها ولا باي لك؟ ما قالش. يبقى ايه probability؟ هو بيسأل على سؤال محدد. ايه probability of، هو ده السؤال، ايه probability of B؟ ايه probability انك علمت الاجابة الصح؟ ما هو ده الديفينيشن بتاع البي، ايه probability of B؟ بس احنا هنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نرسم التري الاول، محتاجين نرسم التري وبعدين نشوف هنجيب ال probability of B ازاي. همسح دي بقى علشان احنا كده فهمنا الموضوع. تعالوا بقى نرسم التري. التري عشان تتعمل مش كده وخلاص، بالحقيقة بتبقى عايزة فهم، مش حافظ وخلاص، عايزة فهم. فتعالوا نشوف. اول ايفنت سميناه الايه، ان الواحد يجي يجاوب فيبقى عارف الايه ب probability كام. هو مديهالي البروبيلتي انك عارف الاجابه الصح، دي توقف على ان انت شاطر، تلميذ شاطر، مذاكر بتاع، فبيبقى رقم يعني يتوقف الى حد ما على مستواك. فده جيفن ان هو رقم 2 على 3، فدي البروبيلتي اوف ايه 2 على 3. وده معناه ايه؟ الايه ان ده يعرف، يعني نوز الايه الكوريكت انسر، و او ما يعرفش ببروبيلتي 1 اوفر 3. نيجي بقى للايه، للنقطه الثانيه. طب هو عارف الاجابه الصح، هل هيعلمها صح ولا لا؟ اكيد هيعلمها صح. يبقى هنا البي معناها ماركس الاجابه الصح. ايه البروبابيلتي اني ابقى عارف واعلم صح؟ اكيد طبعا انا لو عارف الاجابه الصح اكيد هعلم صح، والا يعني هبقى مش ايه، يعني هتبقى حاجه غريبه يعني. فالطبيعي المنطقي ها ان احنا لو عارفين الاجابه الصح هنعلم صح. يبقى هنا البرانش ده 1 طالع منه 1 بس. اما هنا لا، اما هنا لا بقى انا مش عارف الاجابه الصح، يبقى هعمل ايه؟ هعلم كده باي لك، وده اللي انتوا بتعملوه كتير. هعلم باي لك. طب هعلم باي لك، ايه احتماليه انها تمشي معايا مظبوط، تيجي معايا كده بباي لك، او ما تجيش معايا؟ بص ببساطه عدد التشويسز في 4 اختيارات، احتماليه انك تجيبها باي لك ربع، واحتماليه انك ما تجيبهاش صح 3/4. يعني دي حاجه ايه منطقيه. عشان كده احنا حتى عشان نقلل عليك فرصة الهبد دي وانك تختار اي اجابة خلاص، بنزود لك التشويسز. معروف ان كل ما نزود مثلا بدل 4 اختيارات نخليهم 6، نخليهم 7، يبقى انا بقلل البروبابيلتي انك تجيبها باي لك. عشان كده الرقم ده ايه منطقي جدا، هو انك تعلم حاجة باي لك يعني 1 على العدد الكلي، عدد الاختيارات. اتمنى التري دي تكون واضحة عشان نقدر نجاوب على الاسئلة اللي هو طالبها. يبقى مبدئيا كده لو عملت تري غلط باظت منك المسألة. وانا بعمل تري ده الموضوع بيتطلب مني برضو شوية فهم، كل مسألة غير التانية لازم افهم كويس قوي اللي بيحصل. فهمنا كده الفكرة؟ يبقى هنا احنا لازم نميز ما بين حاجتين، ان الطالب يعرف الاجابة الصح وانه يعلم الاجابة الصح. يعرف الاجابة الصح ببروبيلتي مديها لي في المسألة 2 على 3، 1 على 3. طب لو عرف الاجابة الصح ممكن يعلم، ده لازم يعلم الصح. لو معرفش الاجابة الصح معناه انه ممكن لا، بس هيجيبها ازاي؟ باي لك. دلوقتي هو طالب، السؤال بيقول what is the probability in، نقرا بقى السؤال كده تاني، ايه probability that he the correct answer has been marked randomly؟ ايه probability ان الولد ده اختار الاجابه كده، اختارها كده، او علمها، علم الاجابه الصح، علم الاجابه الصح، يبقى اللي هو الديفينيشن بتاع البي. ايه probability of بي؟ هبص على التري واسال نفسي البي جايه منين. البي بتيجي من حاجتين، بي بتيجي من البرانش ده،
والبي كمان بتيجي من البرانش ده، والبرانش ده الاولاني معناه ايه؟ معناه انه عارف فبيجاوب صح، عارف الاجابة فعلمها صح، او مش عارف الاجابة فعلمها باي لك. بس ببساطة هحسبها ازاي؟ انا مش هقعد اقول ولا اكتب قوانين ولا حاجة، انا عندي البرانش الاولاني هضربه في بعضه واجمع البرانش، اجمعه على البرانش التاني. البرانش الاولاني اللي هو 2 على 3 تايمز 1 بلس، لان ده برانش تاني، او ان انا امشي في السكة التانية اللي هي 1 over 3 تايمز 1 over 4. مظبوط كده. الرقم اللي يطلع زي ما يطلع، هيطلع مثلا شوف كده هيطلع كام، ده يعني انا عندي فضول اني اعرف الرقم ده هيطلع كام. هيطلع 3 على 4، دي البروبابيليتي ان هو يعلم كده بالايه، يعني انها جت علم صح. البروبابيليتي ان هو اختار صح وخلاص، سواء عارف او مش عارف، البروبابيليتي انه هيختار سؤال صح طبعا دي بروبابيليتي كبيرة. تمام، قد يكون عارف او مش عارف. طلعت 3 على 4 اللي هي 75%. طيب نشوف سؤال تاني. يبقى السؤال ده معناه ان ده البروبيلتي ان الطالب علم الاجابة الصح. علم الاجابة الصح دي ممكن يبقى جواها هو فعلا عارف او مش عارف، عشان كده رقم كبير. انما انا هحط سؤال تاني من عندي بقى مهم جدا، ده سؤال مهم جدا. انت طبعا لو بصيت على الرقم تلاقيه كبير، تقولي ايه ده، الامتحان ده ضعيف قوي، لان probability ان الطالب هيجاوب صح رقم كبير. طب ما هو ده جواه involved، جواه جزء منه، جواه ان الطالب عارف الاجابة، فده جزء منه ان الطالب ده فعلا شاطر او عارف الاجابة. لكن انا عايزة احط مطلوب تاني رو كده معايا بالراحة. What is the probability that he doesn't know the correct answer given that he marked the correct answer؟ ايه البروبابيلتي ان هو علم الاجابه الصح وما يعرفهاش؟ يبقى اللي هو البروبابيلتي ان هو بيعلم بالحظ، او ايه البروبابيلتي بتاعه الهبد بتاعه ان هو بيهبط في الامتحان، مش بتسموها كده؟ What is the probability that he doesn't، تعالوا بقى نكتبها، he doesn't know the correct answer، he doesn't know the correct answer اللي هي ايه؟ compliment، given that ان هو he marked the correct answer given that b. تطبيق مباشر للقوانين، هجيب الانترسكشن على الجيفن. هجيب الكلام ده ازاي؟ من التري. فين الاي كومبلمنت انترسكشن بي؟ هدور على البرانش ده. فين الاي كومبلمنت انترسكشن بي اللي هو البرانش اللي لونه احمر ده؟ يبقى تلت في ربع. فين البي؟ لسه جايبينها البي اللي هو الرقم اللي طلع لنا ده كله اللي هو 3 على 4، لسه جايبينها من المطلوب الاولاني. ممكن اكتبه على طول، ممكن اكتبها مفكوك كده. عايزه اوريك بقى الرقم ده هيطلع كام عشان تبقى فاهم الفرق. الرقم ده هيطلع 1 over 9، هيطلع 9 طبعا، اقل بكتير من ما انتم متخيلين. ده فعلا البروبابيليتي ان اي شخص هيجاوب امتحان باي لك، بالحظ او بالهبد زي ما بتقولوا. رقم صغير جدا بالنسبه للايه، يعني probability انك السؤال هتهبده انت مش عارف الاجابه الصح، وهتهبده صح وانت مش عارفه، او هتجاوبه باي لك، هتجاوبه بالحظ. السؤال الواحد 9. طب لو الامتحان فيه 100 سؤال، هنشوف ان احنا هنضرب ده في ده في ده 100 مره، فتسعة تتضرب في 100، يعني 9 في 9، يعني 9 أس 100، ده رقم صغير جدا جدا جدا. يبقى اوعى تفتكر ان انت لما بتحل باي لك انك انت يعني هتيجي معاك كده، لا، ده البروبابيلتي بتاعتك قليلة جدا. وسلام بقى، كل ما يزيد عدد الشويسز كمان، كل ما نزودها وكل ما نزود عدد الأسئلة، احنا عمالين نعمل ايه؟ عمالين نقلل في البروبابيلتي انك انت هتحل باي لك. حلو المسألة دي، لأنها وضحت لنا أمور ما كناش شايفينها قبل كده. يبقى الفيلد بتاع probability مهم جدا، مهم في الحياة، في حاجات كتير في حياتنا. حلو قوي إن احنا ناخد الكونسبت العلمي يعني أو الديفينيشن ونطبقه في حاجة يبقى ليها معنى في حياتنا، يعني نحس إن احنا كده مستمتعين وراضين عن اللي بندرسه. حبيت أوريكم بس الإكزامبل ده لأنه هو قريب جدا مننا كلنا، كلنا بنمتحن امتحانات MCQ كتير دلوقتي. فده مثال بيوضح ازاي الكونديشنال probability بتأثر فعلا في الايه، في الأرقام. أتمنى يكون الكلام واضح. الإكزامبل ده برضو مهم جدا وبيقابلنا كتير برضو في الحياة كده في الريل لايف.
خصوصا بعد موضوع الكورونا ده. احنا يعني كتير بنلاقي ان ممكن حد يبقى يعني يطلع له مثلا التحليل بتاعه بوزيتيف ويبقى فيه نسبة خطأ ويبقى مش عيان، او يطلع نيجاتيف وهو عيان فيه نسبة خطأ، بس نسبة الخطأ دي قليلة جدا. فالمسألة دي بتتكلم عن كده، اعتبر بقى ان هي بتتكلم على الكوفيد 19 كده. وتعالى نشوف بنتقول ايه. The probability that a medical test to detect a certain illness correctly identifies someone with illness as positive is كذا. نشوف بقى الرقم ده بيمثل ايه دلوقتي. دي probability ان التست بيidentify يطلع positive لحد فعلا عيان، يعني ده الرقم ده. And the probability that the test correctly identifies someone without illness as negative. وده الرقم ده بيمثل probability ان التست يطلع negative لحد مش عيان. طب وبقية الارقام فين؟ يعني باقي ال 0.99 اللي هي الواحد من 100 دي بتروح فين؟ تعالوا بقى نترجم الكلام ده. وال 5 من 100 دي هتروح فين؟ نكمل مسألة. The incidence اللي هو الحدوث بتاع ال illness, incidence of illness in general population اللي هو احتمال حدوث المرض اصلا في وسط الناس، ده الرقم ده. السؤال بيقول بقى هل في علاقة بين الارقام الثلاثة دول وبعضها؟ الحقيقة لا، ده بيتكلم في سكة وده في سكة وده في سكة. هبدأ منين؟ التري هي الحل، التري هنا هي الحل الافضل. ابدأ منين؟ ابدأ من اخر جملة في المسألة، وهي ابتدي منين؟ اقسم البوبوليشن الاول لناس عيانة وناس مش عيانة، اللي هي اخر سطر خالص بيقولك احتمال الحدث ده اصلا، احتمال ان في حد عيان اصلا. يبقى ايه هنا معناها؟ هقول في event، هعرف to events. ايه هما ال event؟ ايه معناه؟ ان الشخص ده اصلا مريض، يبقى ال person is ill. لو الشخص مريض ايه نسبة المرض؟ فين نسبة المرض؟ هتلاقوها فين؟ هتلاقوها في اخر سطر في المسألة، اللي هو الواحد من 100، دي نسبة المرض. طيب ونسبة الأصحاء كام؟ الباقي بقى اللي هو 99%. اه نسيت اقول لكم صحيح ان دايما دايما لازم، بس يعني بديهية قوي، ان مجموع الارقام اللي على اللي على النقطة الواحدة، مجموع الارقام بتاعت البرانشز اللي خارجة من نقطة واحدة لازم تكون دايما 1. لو بتجمع لقيتها مش 1 انت بقى انت عامل حاجة غلط. فمجموع الارقام دي كده اول ليفل. يبقى انا مبدئيا خدت البوبوليشنز اللي هم الناس كلهم السكان كلهم وقسمتهم ل 2 كاتيجوريز، العيانين والاصحاء. طب العيانين بنسبه كام؟ نسبه حدوث المرض في الاساس يعني، ودي جيفن في المساله، 1 من 100. والاصحاء هيكونوا 99% ما عندهمش مرض. نيجي بقى للنقطه الثانيه، هي نقطه انا كل ده قسمت الناس بس according to the illness، يعني incidence of illness حدوث المرض. هاجي بقى للتقسيمة التانية، ودي هتقسم لي التست بتاعي. راح بقى ايه واحد شخص ده، ايه ده اللي هو حد مثلا مش حد، ايه ده سليم ولا عيان؟ ده كده ال اهو الديفينيشن بتاع الايه اهو، عشان ما ننساش الايه معناه حد عيان. العيان ده راح يعمل تيست، اوكي، احتمال ان التيست يطلع positive. يبقى خلي بقى ايه بي معناها، يبقى انا هنا محتاج اكتب definition للبي. البي ممكن نسميه بي او نسميه positive برضو، ممكن positive or negative، positive or negative. تعالوا نشوف بقى نحط الارقام ازاي. ال probability ان الحد، بص بقى هو هنا دي مكتوبة اهي تاني سطر، معناه ايه؟ ان لو حد راح لقى التست بتاعه بوزيتيف وهو اصلا عيان 0.99، دي فين في التري؟ فين في الرسمة؟ اصلا عيان معناها ان هو ايه، ايه يعني عيان، وراح لقى التست بتاعه بوزيتيف يبقى 0.99. هنا فين السطر اللي بعد كده؟ ان واحد مش عيان وراح التست بتاعه طلع نيجاتيف، يبقى ايه كومبلمنت؟ ده مش عيان، هو السكة دي والتست بتاعه نيجاتيف، يبقى هنا 0.95. طب بقية الارقام اجيبها ازاي؟ اطرح واحد، ما انا بقولك البرانشز اللي طالعة من نفس النقطة مجموعها واحد، يبقى الرقم هنا كام؟ رقم صغير جدا، 1 من 100. وده بيمثل ايه؟ بيمثل ان واحد عيان، ده بيمثل probability ان واحد عيان راح عمل تيست طلع نيجاتيف، دي خطأ طبعا. يبقى هنا دي معناها في ايرور، هنا دي نسبة خطأ بتحصل.
واحد عيان وطلع له ان التست بتاعه نيجاتيف، يعني قالوا له ايه مبروك انت مش عيان، دي بنسبة خطأ طبعا، ولازم الخطأ يطلع رقم صغير، لان لو طلع رقم كبير تبقى فيه كاتاستروف، يعني تبقى فيه كارثة. يعني منطقي ان الارقام الصغيرة هي ارقام الغلطات مش العكس. طيب والبرانش ده حد يقدر يقول لنا ده معناه ايه؟ معناه ان واحد ايه كومبلمنت، معناه واحد مش عيان، واحد سليم وراح يعمل تيست طلع له بوزيتيف، يبقى بكام الباقي بقى كام هنا؟ 5 من 100. وده برضو معناه ايرور، ده هنا في ايرور في السيستم بتاع الايه، في اللاب ده، في مشكلة في المعمل ده وفي نسبة خطأ حصلت. دي ترجمة المسألة. لسه ما جاوبتش على اي سؤال، بس انا بحب دايما ناخد وقتنا في فهم المسائل، وكل ما ناخد مثال اكتر ونفهم اكتر نقدر نحل اي مسألة بعد كده. ويبقى مهم قوي خطوة التري تاخد حقك فيها، خطوة انك انت تبني التري دايجرام، يعني خد وقتك فيها ما تتسرعش فيها. وتعالى بقى اقرأ بعد ما عملت التري، تعالى بقى جاوب على اي سؤال انت عايزه، لانك هتجاوبه صح. كل اللي عليك تعمله تقرأ السؤال تترجمه للتري وتروح تجيب الارقام اللي انت عايزها. السؤال هنا بيقول ايه؟ A person is selected at random from the population and takes the test. واحد جه راح اخترنا واحد عينة عشوائية شخص وراح عمل التست. If the result is positive ايه بقى دي؟ If كذا، if positive يبقى دي حصلت خلاص positive. If the result is positive ده given يبقى ده كده given، كأنه given ده conditional. What is the probability that this person indeed has illness؟ ايه probability ان الشخص ده عيان؟ عيان سميناها ايه؟ يبقى معناها كأنه بيسألني ايه probability of a given positive. هروح كده في الخط في الـ tree ادور على a given positive. طب دلوقتي احنا محتاجين نكتب دي، دلوقتي دي اسمها probability of a، دي اسمها probability of a complement. الرقم ده مثلا ده probability of positive given a، اوعى تتلخبطوا، ده positive given a، given من اللي قبله، جاي من اللي قبله. طب هو عايز ال a given positive، هل دي موجودة على الرسمة؟ لا دي مش موجودة، بس اقدر اجيبها ولا ما اقدرش؟ بتساوي ايه؟ انت طبق القانون وتلاقي كل حاجة سهلة بعد كده. طبق القانون اللي هو بتاع الconditional ده، ال probability of a intersection positive مع ال given اللي هي positive، واروح ال tree اجيب اللي انا عايزه. فين ال a intersection positive؟ a intersection positive اللي هو البرانش اللي لونه احمر ده، هو ده a و positive، يعني حد عيان وطلع له positive. فين ده اللي هو البرانش ده كله؟ هضرب الارقام دي في بعضها اللي هي 1/199/100. هاجي بقى للي تحت اللي هو البوزيتيف، هدور في كام positive في 3، في كام واحده بتطلع؟ في 2، ادي واحده وادي التانية. اقوم جاي حاسب ايه البرانش الازرق والبرانش الايه الازرق اللي تحت. الارقام دي يبقى 1/199/100 زائد برانش تاني 99/100 × 5 من 100، وهكتبه هنا. يبقى 1/199/100 زائد اور 99/100 × 5/100. وبكده اكون حسبت ايه اللي انا عايزه. ناخد اكزامبل تاني. طيب بالمناسبة سؤال مهم كده، تفتكروا البروبابيلتي تطلع رقم كبير ولا رقم صغير؟ ها تفتكروا كده هيطلع رقم ايه من غير ما نحسبه ولا حاجة بالمنطق؟ هو ده بيحسب ايه؟ ده بيقول ايه البروبابيلتي ان الشخص ده مريض given ان التحليل بتاعه طلع positive؟ المفروض يطلع رقم كبير، تمام؟ المفروض يطلع رقم probability كبيرة، يعني رقم كبير يعني قريب من ال 1، لأن دي مش غلطة، دي مش غلطة في اللاب، ده فعلا واحد عيان وطلع له التحليل ايه positive. لكن لو طلبت منك ايه probability ان الشخص ده سليم زي الفل وطلع له التحليل positive، تعرف تحسبها؟ طبعا اعرف احسبها من 3، والمفروض يطلع رقم ايه قليل، لان دي غلطة من المعمل يعني، والغلطة لازم يكون رقم قليل. قليل يعني ايه وكبير يعني ايه؟ قليل وكبير يعني ايه؟ طبعا ده انا بكلمك في probability، يبقى قليل معناه ايه وكبير ايه يا جماعة؟ probability دايما بتتراوح من 0 ل 1، كل ما قرب من 0 بيبقى قليل جدا، ده القليل،
وكل ما اقرب من الوان ببقى certain certain، يعني لو يساوي بيبقى حدث certain يعني مؤكد، وكل ما يقرب من الصفر بيبقى impossible. فلما اقول قليل معناه قربت من الصفر جدا، لما اقول كبير معناه قربت من الوان جدا. تمام، ناخد example تاني. طيب آخر مثال، in a particular production run of a semiconductor manufacturing process 20% of ships are subjected to high level of contamination. 20% من ال products معرضين لتلوث عالي جدا. 30% to medium level of contamination and all rest to low level of contamination. يبقى مبدئيا كده عندي ال product متقسمة exposed to 3 different level of contamination. اي product معرض لل levels من التلوث ال low وال medium وال high ب probability معينة، وهو مديهالنا في المسألة. يبقى 20% to high level of contamination، يبقى الرقم ده 20%، 20% او ايه، خليني اكتبها 0.2 عشان المكان، و30% medium يبقى 0.3. يبقى اللي فاضل كام؟ 2 و3 5، يبقى هنا 5 20% يعني 2 من 10، و30% يبقى فاضل 50% اللي هو نص. مظبوط كده، نكمل. خلاص دي فهمناها، and all rest to low level of contamination، والباقي هيبقوا low level. دي مفهومة من أول هنا بقى. Experience indicates that ships with high level of contamination fails with ships بتفيل بيحصل لها failure يعني with probability of 0.1. يبقى هنا فهمنا ان في الشيبس اللي طالعة دي من اللو ليفل لسه في تفريعة تانية ان هي ممكن تفيل or not fail، fail or fail complement، fail or not fail، والهاي بيفيل or not. ايه probability ان انا ابقى low ويحصل لي failure؟ اهو هنقرأ بقى الكلام ده، اهو ده اللي مكتوب. The ships with high level، لو high level of contamination fail with probability 0.1، فين دي؟ اللي هي 0.1 دي هنا. Those with medium level fails with probability 0.1، يبقى الميديم انه يفيل 0.01. And those of low level fails with probability 0.001. دي الأرقام اللي هو مديها لنا في المسألة. يبقى احنا فرقنا ما بين حاجتين، عندنا ال L وال M وال H دول اللي هما ال level of contamination، نسبة التلوث، وال F معناها fail ولا not fail، fail يعني يبقى ما يشتغلش كويس. تمام، مش محتاجين نكتب، دي باينة قوي ان ايه من الكلام، ال symbols باينة مطابقة للكلام. تعالى بقى نشوف السؤال بيقول ايه. اول مطلوب بيقول What is the probability that a product using one of these chips fails due to that chip failure؟ يعني ايه probability، طالب ال probability of failure، يعني ايه probability ان product من التلاتة دول هيفيل وخلاص، معناها ايه ال probability of F؟ هنيجي هنا على ال tree، فين F؟ ممكن تيجي منين F؟ هندور عليها. F موجودة من تلات حاجات، في كام branch بيدينا F؟ ده اول واحد، ده التاني، ده التالت. هنعمل ايه فيهم؟ هنضربهم في بعض ونجمع البرانشز على بعض. يبقى هيبقى هنكتب بقى اول برانش 0.5 في 0.001 بلس 0.3 في 0.01 بلس 0.2 في 0. هنكتبها هنا دي خلاص عشان الارقام قدامنا. يبقى P of F بتساوي ايه؟ نضرب الارقام، اول برانش اللي هو النص في ال 0.001 ده البرانش الأولاني، التاني الأزرق 0.3 0.01 بلس رقم 3.2 في 0.1، ده بيدينا ال probability of F. يبقى هنا هو طالب في السؤال ده ال probability of F، وده جبناه خلاص. نيجي بقى للسؤال التاني، مطلوب التاني بيقول ايه. If a ship fails، برضو بنقول if a ship fail، دي if معناها حصلت خلاص. يبقى انا هنا عندي given ايه هو اللي حصل failure. if a ship fails what is the probability that it has a medium level of contamination، ايه probability انها جاية من medium level of contamination. يعني مطلوب
P of M given F. هل دي موجودة على الرسمة؟ بصوا على الرسمة كده بسرعة. البرانش ده الرقم ده اسمه ايه؟ الرقم ده على فكرة الرقم ده معناه probability of F given M وليس M given F. ده probability ان ال item يفيل given ان هو جاي من ال M، لكن المطلوب العكس. ففي الحالة دي انا مش يعني ايه مش فيش قدامي غير استخدام القانون وهو ال intersection على ال given. جبنا خلاص دي المطلوب الاولاني، دي كده الرقم ايه، فاضل لي ان انا اجيب الايه ال intersection بتاع ال M وال F مع بعض. مفيش غير الايه، فين فين ادور عليه؟ اروح ادور عليه فين الام والاف مع بعض؟ هو البرانش ايه ده الطويل ده، يبقى البوينت 3 في البوينت 01. يبقى هضرب الرقمين دول في بعض اللي هما البوينت 3 في البوينت 01، ده كده البرانش اللي هو بيدينا ان الايتم ده يبقى بيفيل وجاي من في نفس الوقت الاثنين، يعني ميديوم ليفل اوف كونتامينيشن وبيفيل على ال P of F اللي احنا حسبناها، اللي هو الرقم اللي حسبناه في اول مطلوب، الرقم الكبير ده اللي هو اللي عبارة عن الثلاث حاجات اللي جنب بعض دول، هما الثلاثة دول 1 2 3، هو ده ال P of F. كده اكون يعني هوقف على كده، كده اكون كلمتكم عن الكونديشنال probability. الليكتشر دي مهمة جدا، اهم حاجة فيها واهم مهارة فيها انك انت اصلا تعرف تميز ان probability دي conditional او probability عادية، دي اهم نقطة النهاردة. فمحتاجة بقى تدريب كتير، لما نحل الاساينمنتس هتبان اكتر. الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم على الاندبندنت ايفنتس، وبعد كده ندخل بقى في موضوع يعني مستقل تماما، موضوع جديد خالص وهو الراندوم فاريبلز ان شاء الله. شكرا لكم.